الشباب والشعب والشعب المغربي بغض النظر عن بعض الايجابيات التي جاء بها، لكنه لا يستجيب لتطلعات المرحله. اليوم تعرضت من بعض البلطجيه وحتى من بعض البوليس المغربي، يعني هذا العمل عندما قمت بتصوير تلك الوقفة التي نظمها هؤلاء، ويعني واحتلوا لنا دعونا من خلالها لتنظيم شعبية كباقي المدن المغربون استنكروا هذا، يعني هذا العنف الممارس. انني صحفي واسهر على يعني جريدة مغربية. شكرا.
جايبين كاع المنطقة الشعبية 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 جايبين كاع المنطقة الشع